اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف العاده اليوم جبت لكم اخر صيحات الموضه بسبب ملابس تركيا للمحجبات. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو كاين هذه النوعيه ديال الفساتين شتويه، كيجيب هذا التصميم. هذا كاين كذلك هذه النوعيه ديال التصاميم بالنسبه للكبة، يعني المعاطف القصيره اللي كيجيو مع الجيبات للمحجبات، كيجيو قصارين. كاين كذلك هاد النوعية ديال الملابس للمحجبات كيف ما كتشوفوا معايا، السروال كيجي واسع والشوميز من الفوق كتجي طويلة، كتجيب الحزام كيف ما كتشوفوا. تصميم جديد، فصالة جديدة بالنسبة للبنات اللي كيبغيو يشوفوا الجديد فيما يخص الفصالة. بالنسبة للفساتين وكذلك بالنسبة للشوميز هذا اللي كيجيو طوالين، غتلقاو هنايا موديلات متنوعة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. كاين هاد النوعية ديال الخراسة كيف ما كتشوفوا، وكاين اللوينات اللي دارجين على الموضة الأورانج، وكاين الغوز، وكاين كذلك الأخضر اللي دارج على الموضة بكثرة، والأزرق الملكي، كاين الكراميل، البيج، الأسود كيف ما كتشوفوا معايا في الصور. فهادو هما الوينات اللي خرجوا موضة هاد موسم خريف وشتاء 2022-2023. كيف ما كتشوفوا معايا تصاميم جديدة، موديلات جديدة بالنسبة للملابس التركية للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. شوفوا هنايا اللوينات لي طوندونس هاد الخريف، والاخضر ملكي وكذلك الاورانج والازرق ملكي والكراميل. كاين كذلك هاد النوعيه ديال فساتين شتويه، الفوقاني ديالها كيجي بالحزام كيف ما كتشوفوا معايا. كاين هاد اللوينات اللي كتشوفوا معايا في الصور، وكاين كذلك هاد النوعيه ديال التصاميم، تنسيقات متنوعة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للناس اللي كيبغيو هاد النوعية ديال الفيديوهات، ما تنساوش أنكم تخليو لي لايك وتنضموا للقناة عبر الضغط على اشتراك وتفعيل الجرس، هيدا باش توصلوا بكل فيديو كنزل لكم في القناة توصلوا به. كاين كذلك هاد اللوينات، كاين الموف، كاين رمادي، كاين الأزرق ملكي، كاين هاد الرمادي والأسود، وكاين كذلك هاد النوعية ديال الخراسة كيجيو طوالين ومفتوحين. كاين هاد الزيتي مع الأسود، هادو فيهم جوج الأنواع، كاينين لي كيجيو طوالين وكاينين لي كيجيو قصارين، كل وحدة على حسب الذوق ديالها. كاين كذلك هاد التصاميم، هادو هانتوما كيف ما كتشوفو، يعني شي حاجة جديدة بالنسبة للأخوات اللي كيبغيو هيدا يعني ياخدو أفكار على الفصالة، يبغيو يفصلون راسهم، يعني شي حاجه تكون جديده. فهاد الفيديو فيه فصالات متنوعه، لا بالنسبه للمعاطف ولا بالنسبه للشوميز ولا بالنسبه للفساتين، يعني افكار متنوعه بالنسبه للفصاله. كاين هاد النوعيه ديال الفساتين كذلك كيف ما كتشوفوا، فيهم البيج والمارين، وكاين كذلك هاد اللون، هاد التصميم فيه هاد ليزيستراس على الكتاف. كاين كذلك هاد النوعيه ديال الفساتين كيف ما كتشوفوا معايا، تصاميم متنوعه، تصاميم جديده عصريه. كاين هاد الموديل كيف ما كتشوفوا اسود في الاسود، كاين هاد الوينات كيف ما كتشوفوا، كاين البيج وكاين البيج مفتوح وكاين الاسود. المهم البنات كل شيء واضح في الصور، انتما كتشوفوا اللونات، كتشوفوا التصاميم. كاين هاد النوعيه ديال الفساتين للمناسبات اللون الاسود، وكاين هاد التصاميم بالنسبه للشوميز كيجيو طوالين للمحجبات. انتما كيف ما كتشوفوا اللونات اللي دارجين حاليا،
كاين هاد الرمادي بلو مارين، كاين هاد النوعيه ديال التصاميم كذلك بالنسبه للشوميز ديال المحجبات، الناس اللي كيبغيو هيدا شي حاجه تكون طويله ومستوره فيهم. صراحه تصميمات كثيره، حاولت انني ننوع لكم في التصاميم يعني في فيديو واحد باش تاخذوا اكبر عدد يعني من افكار بالنسبه للناس اللي كيبغيو هيدا يكونوا كيفصلوا الحوايج ديالهم، يعني الفصاله اللي مهتمات بالفصاله. وكذلك بالنسبه للناس اللي مهتمات بالالوان، كاين الناس اللي كيبغيو يدخلوا يعني للفيديو باش يكتشفوا الجديد فيما يخص الالوان اللي دارجين على الموضه. كاين غوص فوشيا كيف ما كتشوفوا، كاين هذا الاورانج، كاين هذا التصميم هذا كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هو تصميم جديد. هذا الفيديو هذا الاغلبيه فيه هذا الشوميز، يعني تصاميم جديده بالنسبه للشوميز للمحجبات. كاين هذا اللون كراميل حتى هو طوندونس، هذا الخريف. كاين هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا معايا انصومبل بالنسبه للبنات، كاين هذا البلومارين، كاين هذا البيج مفتوح كيف ما كتشوفوا كيجي بزضيفات حتى لتحت. وكاين كذلك هذا التصاميم بالنسبه للملابس ديال الصوف للمحجبات، كاين هذا النوعيه ديال التصاميم بالنسبه للمعاطف شتويه كيجي واسعين كيجيو قصارين كيف ما كتشوفوا. هادو للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. بالنسبه للتنسيقات كيف ما كتشوفوا معايا في الصور، كاين غوص فوشيا، كاين هاد البيج، وكاين ازرق ملكي، كاين كذلك هاد الموديلات هادو حتى هما شي حاجه جديده اول مره غتشوفوها معايا في القناه. كاين هاد الرمادي مع ابيض واسود، كاين كذلك هاد النوعيه ديال الخراسه كيجيو طوالين كيف ما كتشوفوا، صالحين للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. كاين كذلك هاد التصاميم جديدة، صراحة كيجيو مزيونين في اللبسة كيف ما كتشوفوا معايا، فيهم هاد اللوينات اللي كتشوفوا، فيهم رمادي، فيهم الزيتي، فيهم كذلك الأسود، فيهم رمادي مفتوح ورمادي مغلق كيف ما كتشوفوا هنايا، هذا رمادي مغلق. صافي البنات، وصلنا لاخر الفيديو حبيباتي، مع السلامه.